ليش ما عم ترد يا أيوش؟ أيوش بسرعة، بدي خلص عليك مع الفيندر، وقعتني بهالورطة وهربت، وهلأ لازم لاقي حل لهالمصيبة بسرعة. شو أعمل؟ هلأ كان وين راح؟ بس ما يكون لازم قله للأستاذ إنه في زلمة غريب فات. وقف! هاي! وقف! لوين رايح؟ لوين بدك تهرب؟ قلي! بس أنا مو هربان، رايح خبر الأستاذ أيوش. شو بدك تقول له؟ بدي روح وقل له إنه في واحد غريب فات على المطبخ وحط شغلة بالأكل. يا خاين! يا سخيف! على أساس ما بتعرف شو صاير تحت ما؟ ما بتعرف شو صاير؟ كل اللي كانوا تحت وأكلوا تسمموا وكلياتهم راحوا على المستشفى، ومتأكدة إنه أنت اللي عملت هيك وجاية تتزاكى وتحط الحق على حدا تاني وتهرب، ما هيك؟ لا أنسى، أنا ما عملت شي، صدقيني هذا يلي صار. صدقك؟ عن جد بدك يعني صدقك؟ طيب يلا أعطيني دليل، مو شفت زلمة غريب بالمطبخ، أعطيني دليل، فرجيني يلا. بس أنا ما عندي دليل، صدقيني كان في زلمة ومسكته قام ضربني على راسي ووقعت. ضربك ووقعت، شو هالقصة الحلوة هي؟ برافو عليك. بقول للشرطة لأني رح أدق لهم يجوا ياخذوك، مو بس الشرطة رح تعاقبك والعيلة كلها والناس كمان. لا أنسى، بترجاكي ما تدقي لحدا، أنا ما عملت شي صدقيني. صدقك؟ طيب ماشي، لنفترض إنه أنا صدقتك، كيف بدك تقنع الناس اللي تحت بقصتك هي؟ لما تقول لهم إنك شفت حدا غريب بالمطبخ عم بيخبص بالأكل فرح يشكوا فيك أنت أول واحد، لأنه ما حدا شافه غيرك أنت، ووقتها أبصر شو رح يصير فيك. لكن شو لازم أعمل؟ بترجاكي ساعديني يا أنسة. أنا ليش حتى ساعدك؟ أنت مجرم وارتكبت جريمة وقت اللي خبصت بالأكل، وهالعالم كله تسممت من وراء أكلك، ولكني عم قلك ممكن تتحاكم بتهمة محاولة قتل، مو شخص واحد رح تتهم بقتل كذا شخص، وإذا حدا منهم مات وقتها رح تنحكم أعدام. لهيك إذا بتريد حل مشكلتك لحالك، أنا ما دخلني بهذا الموضوع وما بقدر ساعدك بنوم. لا لا لا، بترجاكي ساعديني أمانة، مستعد أعمل كل شي بتقوليه، بس أنتي ساعديني بترجاكي. طيب معناتها ما قدامك غير هالحل الوحيد، إنك تهرب من هون. بس إذا هربت رح تثبت التهمة على حالي. إيه بس على القليلة رح تعيش. يا زكي، مين أهم، سمعتك ولا حياتك؟ تعرف إذا ما هربت فوراً ونزلت وحكيت لهم شو رح يعملوا فيك برأيك رح ينوك أكيد. أما إذا عرفت تصرف وهربت هلأ ولقوا بعدين المجرم الحقيقي، وقتها فيك ترجع أنت وراسك مرفوع. أما إذا هربت ما بتعرف، بجوز العالم يقتلوك قبل ما تنحبس، لهيك فكر منيح أو هروب لمكان ما حدا يقدر يلاقيك فيه. بس إذا بتفكر تجيب سيرتي أو إنه أنا قلت لك هالحكي، وقتها رح خبر الكل إنك أنت عملت هاي العملة. ما بعرف، محتار. طيب نزل، روح قول لأيوش يا زكي وتفاهم مع الشرطة والعالم اللي تحت، أنا ما دخلني. يلا تعال، خلينا نروح ونقول لأيوش سوا. تعال يلا يلا امشي خلصني. لا 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 ما بدي، لو سمحتي ما بدي، خلص خليني أهرب. اهرب لكان شبك، من وين رايح؟ روح من الباب اللي ورا، ما في حدا هنيك، بسرعة. ممتاز، شو يا لكشمي؟ شكله حظك الحلو انتهى. بسرعة بسرعة يلا يلا بسرعة، لو سمحتوا بسرعة 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 بسرعة، يلا على السريع. شو بكون؟ ليكي أنا رح خبر البيت. آسفة آسفة، بعتذر على مهلك. انتبهي. ايه ايوش؟ خالي خالي اسمعني شوي، صار معنا مشكلة. كل شي عملته بنية صافية ومن كل قلبي، بس ما بعرف كيف صار هيك. ريشي ترك هالشغل كله بأمانتي وحط كل ثقته فيني. سمعتي؟ ما بتهمني أبدا، بس المهم سمعت عائلتي ما تتأثر بشي. وفجأة العالم صارت تستفرغ وأخذنا الكل على المشفى، ولهلأ ما فهمان السبب. أنا رح جن وماني عارفان شو بدي أعمل. هاي حكيت لك يلي صار، بس كيف صار ما بعرف. شو؟ لحظة اسمعني هلأ. شوف، تاخد لاكشمي وبتطلعوا وبسرعة، وتعوا بوشكن لهون. ايه؟ وأنا ببعت ريشي لهنيك وهو بتصرف. شو عم تقول خالي؟ الوضع قايم ومو قاعد هون ونص العالم بالمشفى، يعني
ضيوفنا ولجنة الأكل بالمشفى، كيف بدك مني اتركهم واجي يعني؟ ابني أنا عم أقول لك اتركهم، عم أقول لك ريشي بيتولى هالقصة، بس المهم أنتوا طلعوا يلا بسرعة. بس ليش يا خالي؟ لأنه أنت وياها ما في عندكم خبرة تخليكم تعرفوا تتعاملوا مع هاي المصيبة. لهيك رح أبعت ريشي وهو يتصرف. وأنتوا تعوا على البيت فورا، وانتبه. بجوز الصحافة توصل قبل ما تطلعوا. ما بتصرح لهم بأي شيء، بس بتقول إنه نحن عم نحقق بالقصة، ماشي؟ ما بتقول كلمة وحدة زيادة. يلا يلا ابني طلعوا بسرعة وتعوا لهون. ماشي حاضر. عفوا. أختي أختي لازم نروح من هون وفورا، هيك قال خالي. أيوش بس ما فينا نمشي ونترك بهي البساطة في عالم هون مرضان. إيه بعرف هالشي، بس خالي قال نرجع فورا على البيت وهو رح يبعت حدا يتولى القصة هون، لهيك نحنا لازم نرجع فورا. يلا تعي.